أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ أن بلاده سوف تقدم مساعدات عسكريه لأفريقيا بقيمه مليار يوان اي ما يعادل نحو 150 مليون دولار امريكي واشار الرئيس الصيني الى ان بكين مستعده لتعزيز التعاون في مجالات الصناعه والزراعه والبنيه الاساسيه والتجاره والاستثمار مع افريقيا فضلا عن تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الحوكمه مع القاره الافريقيه علاقات تاريخية تربط بين الصين والقارة الإفريقية تتطور باستمرار في ظل مزيج الدعم السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي هذا التعاون والقرب شديد عكس خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي وهو ما أكده خطاب الرئيس الصيني شي جي بينغ أمام القادة الأفارقة الحاضرين الرئيس الصيني أكد أن بلاده سوف تقدم مساعدات عسكرية لإفريقيا بقيمة مليار يوان أي ما يعادل نحو و150 مليون دولار امريكي، كما ستطلق الصين تدريبات ودوريات عسكريه مشتركه، واشار كذلك الى ان بكين مستعده لتعزيز التعاون في مجالات الصناعه والزراعه والبنيه الاساسيه والتجاره والاستثمار مع افريقيا، فضلا عن تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الحوكمه مع القاره الافريقيه. وتعهد شي كذلك بتمويل مشروعات في افريقيا بقيمه 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبله وتقديم المساعده الاقتصاديه عبر خلق مليون وظيفه في القاره لافتا الى استعداد بلاده لمساعده افريقيا على تحسين قدرتها في الحفاظ على الاستقرار الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل اكد الرئيس الصيني ايضا استعداد بلاده لانشاء 24 مشروعا رقميا لتعزيز الثوره التكنولوجيه في افريقيا و30 مشروعا لربط البنيه التحتيه وتعزيز مشروعات مبادره الحزام والطريق وانشاء منصه مشتركه للاستخدام السلمي للطاقه النوويه. ولم يغفل شي عن الجانب الصحي حيث أشار إلى قدرة بكين على تقديم كل المساعدات الممكنة لمكافحة الأوبئة في أفريقيا وإطلاق 20 مشروعا طبيا وصحيا بها. هي تعهدات وتأكيدات أكد من خلالها الرئيس الصيني الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده للقارة الأفريقية وتحديدا في هذا الوقت الهام المليء بالتحديات التي يمر بها العالم.